السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أخوكم علاوي. اليوم راح نحكي عن مقارنة مواقع صندوق البريد الأمريكي وأسعار الشحن، وياهو الأرخص وياهو الأحسن. طبعا أول شيء عليك العلم أنه كل ما زادت وزن الطرد كل ما قل السعر. يعني شلون؟ طبعا البداية لازم أتعلم. هاي اللي يسألون يقولون ليش دائما اصحاب البيجات يقول لك الرطل واحد 10 دولار، رطل الواحد 10 دولار. هسه راح اقول لك ليش. هسه انا لو تنظر راح اشحن العراق عن طريق اليو اس بي اس العادي، اللي هو راح يطول تقريبا ما يقارب ال 15 يوم او 20 يوم. الرطل الواحد ب 36 دولار وبوينت 75 سنت. الرطل الواحد 36 دولار، بينما صفحات البيجات العراقيه اللي تقول اشحن لك الواحد رطل ب 10 دولار. هاي شلون؟ فهموني. هسه راح اقول لكم شلون. هسه خلينا نفرض انه 10 ارطال ضرب 36 راح يطلع 360 دولار، بينما اذا سويناه 10 هنا طيب راح يطلع 70 دولار. 360 دولار وين؟ 70 دولار وين؟ اذا الفكره كلما زاد وزن الطرد كلما قل السعر الرطل. يعني شلون يقول لك، شلون اقول لكم اياها؟ من الطوب على محل تقول له اريد قطعه، راح يقول لك مثلا ب 10,000، قطعتين احسب لك اياها ب 9، 3 قطع ب 8، جمله تاخذ 100 قطعه احسب لك اياها اكيد ب 4,000 او 3,000. وهكذا الفكره في مواقع الشحن من الامريكي للعراق. احنا حاليا عصرت شوب فانز. شوب فانز يقول لك على البروبرتي البرويتيو يو اس بي اس الامريكي واحد رطل 36 دولار. خلينا نجي على الكوينتري. الكوينتري طبعا راح يقول لك انه انا اشحن لك اياه على نفس، طبعا نفس اللي هنا بشوف فانز، هنا نفس الشركه اختاريت اليو اس بي اس ماي اليو اس بي اس الامريكي. طبعا لو تشوفون انا مطي واحد رطل نفس ذاك، رطل الواحد ب 42 دولار. خلينا نسوي 10 مثل ذاك، خلينا نشوف والله كيف راح يصير. صار 79 دولار بشوف فانز، 70 دولار ايضا ياهو الارخص. حاليا شوف فانز ارخص، هنا 10 عندنا، خلينا نرجع نسويها 10 والله، خلينا نعدل 70 دولار. اوكي هنا 79، هنا غالية الكونتري غالية. خلينا نشوف الفيا بوكس. الفيا بوكس خلينا نسويها باعوا الرطل الواحد على هياته اعتقد، اي اوكي بريتي 71 دولار، اضعاف اضعافه على الـ على الـ على الفيا بوكس. العفو الفيا بوكس غالية، الفيا بوكس، الفيا بوكس غالية والله. خلينا نسويها 10 رطل، نشوف 10، خلينا نحسب. اوه على الكيلوغرام، انا اسف. اوكي هنا نختار جميع المنتجات، ناخذ نسوي على الرطل وخلينا نحسب. ال 10 رطل يا خالي، ال 10 رطل خلينا نشوف قد راح يصير بالله. اوكي ما ال 10 رطل صار باليو اس بي اس 130 دولار. اذا لحد الان شوب فانز هي الارخص، لحد الان شوب فانز هي الارخص. خلينا نشوف الماي يو اس 56 القفاص. طبعا غاليين كلش اليو اس بي اس، معروفين بالغلاء. خلينا نشوف الرطل الواحد بيش. اوكي هنا يقول لك على الدي اتش ال، والله خلينا نشوف شو اسمه. اوكي صراحه نبدل على الدي اتش ال بعدين. المعجل في جميع انحاء العالم، اوكي هو هذا اعتقد 71 دولار حاليا. شوف فانز ارخص، خلينا نسوي والله 10 ارطال. يلا هسه خلينا نشوف 10 ارطال على شو اسمه 275 دولار. خلينا نشوف الستاكري. اوكي الستاكري خلينا نشوف هاي بغداد. اوكي خلينا نسويها رطل واحد والله. اوكي خلينا نشوف والله شو يدفع حسب تقريبا علينا. الرطل الواحد يا طويل العمر راح يصير علينا ب 52 دولار هياته. بشوف فانز 36 دولار. لحد الان الاولى هي شوف فانز، بعدين الكوينتري. الكوينتري سويناه 10 رطل. اوكي خلينا نسوي نعم 10، يلا 10 10. اوكي نسوي 10 10 رطل خلينا نشوف. العشرة يا طويل العمر باع شلون قل؟ باع اليو اس بي اس برويتي صار 96 دولار. العفو اذا لو شفتوا بعض، لو ركزتوا لي خلينا نشوف واحد رطل
رطل الواحد، قلت لك كل ما تزيد وزن الطرد يقل السعر عليك. هاي فكرة الشحن. 52 دولار، 52 انا نضربها في 10، 520 دولار. زين اوكي اذا سويناها 10 نشوف. $96. اوكي هنا هذا الموقع اسمه ماي بوكس. الماي بوكس الواحد رطل ب $65 على اليونايتد ستيت بوستال سيرفر، هاي الفضي مال يو اس بي اس. المهم هذا ما راح استفاد منه هذا شويه. خلينا نرجع على الدي اتش ال، والله خلينا نسوي على الدي اتش ال، شوف ياهو الارخص هاي الدي اتش ال. اوكي 10 ارطال، ال10 ارطال و75 دولار هاي على الدي اتش ال. هنا ماكو دي اتش ال، راح نشوف الاكسبريس السريع اللي هو راح يطول من 6 الى 16 يوم، هو غالي. خلينا نحسب بالله، 105 دولار امريكي، اوف فرق هواية. لا تنسى هنا $75 دولار، هنا عندك $105. بالله خلينا نشوف هنا اكو دي اتش ال، هنا اكو دي اتش ال، اكو دي اتش ال، اي هات دي اتش ال. خلينا نسويه والله 10 رطل. اوكي رطل 10 ونسوي جميع المنتجات الاخرى ونسوي احسب. خلينا نشوف بالله، خلينا نشوف انه هاي المنافسة من راح يكون الاول والارخص. اوكي يا طويل العمر على الدي اتش ال، على الدي اتش ال، وين الدي اتش ال؟ الدي اتش ال راح اخذ من عندك. اوف اسعار خيالية. او هات 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 998 دولار. انتو فيا بوكس انا اسف، الصراحة اشيلكم من القائمة كلها. خلينا نشوف على ماي يو اس 10 ارطال، هات حاسبه هو مو ماكو هات دي اتش ال $149. وما زالت شوف فانز الاولى في الشحن، وما زالت شوف فانز الاولى في الشحن. ناسا من 10 $165، $156. انا اسف يا ساك، يعني راح اشيلكم من القائمة ايضا. ما يو اس انتو $149 هم راح اشيلكم من القائمة. بقى فقط الكوينتري والشوب فانز، ماكو اي موقع ينافس موقع شوب فانز من حيث الرخص لانه رخيصة جدا، واحسن شيء عندهم باعوا هسه هذا العشر ارطال على الدي اتش ال $75، راح يطول 9 ايام يوصلك بالضبط، انا واصلني خلال 9 ايام. البريد السريع البروبرتي $89، هذا اسرع من البريد، اسرع من الدي اتش ال. هذا $89 هذا اذا غالي، الدي اتش ال رخيص. خلينا نشوف البروبرتي طبعا $70. الاير مايل البريد الحكومي، نعتذر ان الطرد ثقيل جدا لكن سهل هذا الوجه. اوه الحكومه ما يقبل لانه يقول ثقيل جدا، لانه 10 رطل ثقيل ما راح يقبل. يلا خلينا 5 رطل، راح يقبل 5. اوكي 5 ثقيل ما راح يقبل 5. 4 $48 لحد 4 يقبل. هذا ارخص شيء بالاير مايل. اذا الموقع الاحسن من وجهة نظري هو موقع شوب فانز. لا تنسون لايك الفيديو، سبسكرايب للقناة وكومنتاتكم. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، مع الف سلامة.